استمرار المعارك بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع من جهة أخرى في اتجاه منطقتي موش الجرويس شمال المخا وفي الطريق العام الرابط بين جبل نار ومعسكر خالد في موزع شرقي المخا. مدفعية الجيش تدك مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع في العرفاف ونجد في أطراف مديرية دمتة التابعة لمحافظة الضالع. مقاتلات التحالف تجدد استهدافها لليوم الثاني على مواقع تجمعات ميليشيات الانقلاب بثلاث غارات في جبل المرحى غرب مدينة عمران. مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة تابعة لمسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع في مدينتي حرض وميدي بمحافظة حجة. قرابة 274 ألف شخص نزحوا من منازلهم بمحافظة تعز بحسب تقرير لفرقة العمل التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. ميليشيات الحوثي والمخلوع تعمد على نهب منازل وممتلكات المواطنين وترويعهم في منطقة الشرم السافل بمديرية عتمة بذمار بعد انسحاب المقاومة منها قبل يومين بحسب ما ذكرت مصادر حقوقية بذلك. ميليشيات الحوثي والمخلوع بمدينة الحديدة تهدد المعلمين بالفصل الوظيفي وتطرد معلمات إحدى المدارس إلى الشارع بعد تنفيذ إضراب للمطالبة بالمرتبات الموقوفة منذ أشهر في ظل ظروف معيشية قاسية. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يعقد ندوة في جنيف بسويسرا بعنوان الإخفاء القسري والتعذيب في اليمن لتسليط الضوء على المخطوفين والمخفيين قسرا وما يعانوه في المعتقلات الحوثية من عمليات تعذيب وحشية نتج عنها وفاة أكثر من 70 مخطوفا حتى الآن. قوات عسكرية وأمنية في محافظة حضرموت تعثر على مخزن كبير من الأسلحة خاص بتنظيم أنصار شريعة المرتبط بالقاعدة بحسب ما ذكر مصدر أمني بذلك.